إذا لم تشغله الدكتوراه عن النقد تلك الأفكار الهدامة وتلك الأشياء، بل حدثت قضية أخرى لو حدثت لشخص آخر وهي تدل على جهاده ومثابرته وصبره، لو حدثت لآخر لتخلى عن الدكتوراه ورجع إلى بيته، ألا وهي نعرف أن الدكتور النامي حاول أن يجمع لدراسته عن تاريخ وتطور الفكر الإباضي المخطوطات الأولية والمخطوطات الأصلية للفكر الإباضي، وأراد أن يبحث عن الفكر الإباضي من مصادره الأصلية، فقام برحلات عدة في معاقل الإباضية، قام برحلة لجبل نفوسه كله تتبعه مكتبة مكتبة ومدينة مدينة، وكذلك في جربة وكذلك في ورجلان ووادي مزاب، وحاول أن يأتي إلى سلطنة عمان، لكن ظروف تلك الفترة حالت دون ذلك، إلا أنه تواصل مع مشائخ عمان في تلك الفترة أمثال الشيخ محمد السالمي اللي هو ابن الإمام نور الدين السالمي أظنه اللي هو الشيبة، وكذلك أبناءه، وكذلك تواصل مع الشيخ الحارثي والإمام غالب وهؤلاء كلهم، وبالفعل أمدوه بالمخطوطات والكتب المهمة والنادرة في تلك الفترة. عندما بعد رحلته عن تلك الفترة وكتابته لفصول كثيرة لرسالته الدكتوراه، وهو في المطار سرقت منه حقيبته التي تحوي كل جهده الذي يتعلق بالدكتوراه، سرقت منه، وحاول البحث عنها هنا وهناك، وجميع المشائخ يعني وقعوا في ضيق، لأن كلهم كان اللي هو أملهم هو أن تظهر هذه الدراسة، لأنها كانت أول دراسة أكاديمية سطرتها أنامل الدكتور عمر النامي عن الفكر الإباضي بطريقة علمية حديثة في تلك الفترة، وتتبع فيها اللي هو مخطوطات الفكر الإباضي والمذهب الإباضي. فسرقت منه الحقيبة. في مراسلة بينه وبين الشيخ علي يحيى معمر قال أظنه أنه تدبيره فعل فاعل، أو أنه أمر دبر بليل، وأظن أن الجهات الأمنية هي التي لم ترد منك إكمال هذا الموضوع. وكذلك في مراسلة أخرى بينه وبين الشيخ بيوض يعني تحليله أيضا أن هذا الأمر كذلك، بعد بحث وعناء في المطارات، والمشايخ يعني قاموا بمجهوداتهم، بعض أشهر مرت حتى يأس منها الدكتور وبدأ في إعداد الرسالة من جديد، وكتبها باللغة الإنجليزية مباشرة. بعد ذلك وجد الحقيبة أظن الدكتور فرحات الجعبيري، وفي رسالة أخبره بأنه قد عثر عليها في أحد المطارات ووجدوها في مطار تونس، وهي ضاعت منه في مطار الجزائر. فالمهم، لكن قال لنا الآن خلاص يعني استغنيت عنها، وكتبت وعدت كتابة تلك الفصول التي ضاعت من جديد. ولاحظوا ثمرة سنوات أن يضيع في يوم ويبدأ الإنسان العمل من جديد، وأن تظهر بالمظهر الذي ظهرت فيه الآن ليس بأمر هين، فهو يحتاج إلى جهد ومثابرة والبقاء على المبدأ. ودكتور عمر النامي مجاهد الكلمة والقلم، ومجاهد كلمة الحق، مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر، وهو ما سيأتي لنا عند اللي هو الدكتور النامي مع الطاغية في تلك الفترة.